سعد. اليوم عيد ميلاد صديقنا، مو بس صديق سعد، صديق الكل، اخونا العزيز خشابة. هابي بيرثداي لخشابة. عندنا كيكة ايضا هدية من اصدقاء مديشي وعماد وسعد. عندنا كيكة خاصة لخشابة. خلينا نسمع صفقة حلوة وخشابة الى ذا ستيج ويا اصدقائه ويا سعد، وخلينا نحتفل ونقول هابي بيرثداي، سنة حلوة وسعيدة لخشابة. يلا جايز يلا. قالوا اليوم القمر ميلاد وانت احلى من القمر وزياد، قالوا اليوم القمر ميلاد وانت احلى من القمر وزياد. اقول انا وين الصوت القوية كمان؟ هير وي جو. سعد وعماد ودي هرقو. وانت احلى وانت العمر ماضي كل عام وانت احلى. يلا كلنا سوا كمان. سمعونا صدق اصدقائك وديشو عماد سعد لاحلى خشابه. هابي بيرثداي ان شاء الله طولت العمر وكل ايامك افراح ان شاء الله. يلا جايز سعودي ريش تفك تشوبيه. يلا جايز كلكم ويا سعودي. يلا سعودي يلا كمان. يلا خلينا نلعب تشوبي ويا سعد ريش تفك. هلا هلا.
هلا 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 العب. هلا هلا قوم العب يا زمزم يحن بعينك، قوم العب يا زمزم يحن بعينك، عمر قضيت للمحزن روحي ودت عالي، عمر قضيت للمحزن يلا راسك شوفي عليهم.
على الصحيح رش حقه. هلا هلا العب العب حلوة. سعد سعد راديك شوف هالشي. تعال سعد وين الصفقة السعودي؟ وين الصفقة الحلوة؟ اوكي خلق باقية رخصة شيخاني يا بورا. اوكي جايز ماني نابل ليش تخلق شيخاني يا بورا ابو غزوان. يلا جايز يلا جايز يلا جايز خلق باقية جايز. Jacob, let's go. We're gonna screw it up. All right, guys, thank you, Shefani. There we go. I'm
Thank you.
سلم أحبكرم
بمنت شيخاني لك اهل بمنتي هنك عزيزة ويلكم مشان هذول عزيزة اخواني بمنتي اوكي اسف لقامة خارضة خلينا نبسم على اخواني يلا جايز كبر كبر كبرنا صعب لبي تشوفنا كبر كبر كبرنا صعب لبي تشوفنا
كنا سوا كنا سوا كنا سوا
سمعونا صوت سعد احلى رش خقه احلى رش خقه. اوكي عروستنا بالستيج بالنص. سمعونا هلاها للعروسه، سمعونا هلاها للعروسه. زين سوونا دائره وخلوها بالنص، ما اريد العريس بلا العريس. ما اريد العريس. العروسه اونلي ما اريد العريس، بدون العريس، خلي زعله شوي العريس، خلي زعله. عروستنا بالنص بليز ان ذا ميدل، عروستنا ان ذا ميدل. سوونا في الدائره، ليش ما سوونا في الدائره؟ سوونا في الدائره. يلا جايز يلا جايز يلا جايز يلا جايز. عروسنا اونلي يلا جايز يلا جايز ريدي. سمعونا صفقه للعروسه، صفقه حلوه. دخلونا العريس بالنص، دخلونا العريس بالنص. وين الصفقة للعريس؟ وين الصفقة للعريس؟ هاي الأغنية، هاي الأغنية من وائل للعريس للعروسة. هاي الأغنية من العريس هاي أغنية خاصة من العريس للعروسة. يلا جايز يلا جايز يلا جايز. حبيبي من البنت العريس غالي وغرام. هاي من العريس للعروسة. حد تتشخص كنون أدري كل بحب فيك بات منك وبقيت مزاج قد لحق بقى دي في ايديك. اللي يحب العرساني سمعنا صفقة قوية كمان. Well,
بقونا العروسه بقونا العريس. هسه خلي زعل العروسه شويه، عريسنا بالنص. اريد كم شاب وياه، خلي نسوي فتوه نسوي العريس. جايز وين الشباب؟ وين الشباب؟ خلي يفوتون بالنص يا ابن العريس. بس الشباب، ما اريد بنات، ما اريد بنات، بس الشباب ويا العريس. اريد نسوي فتوه نسوي عريسنا الغالي. سمعونا هلا هلا صفقه للعريس، هلا هلا صفقه. يلا جايز، يلا جايز، يلا جايز، يلا جايز.
سبيشال كويست. هاي الاغنيه طلب خاص. يلا جايز يلا هاي الاغنيه طلب خاص. هير وي جو. هلا 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 طلب خاص. Thank you.
مية سعودي. يا عمودي الولد ايدون ايدون ثانك يو. ايوه سورت ايوه سبيشال ريكويست طلب خاص. هاي الاغنيه كانت طلب خاص اغنيه شعوبيه كانت خاندي رشقا بليز يقرا عزيزه خاندي رشقا هير وي جو.
بابلكا وبعدين نسوي كردي. بابلكا إلى طلب خاص من سعد وطلبك من خونا عزيزة غاندي نابلير اشتخقا غاندي دستيش حق مزبري هذا. بابلكا إلى طلب خاص من خونا عزيزة سعد غاندي اشتخقت بابلكا بس مالا خونا رفضت بابلكا هايقو غاندي اشتخقا كل أخوان من غاندي كمان غاي سيقو ويلا بزكا مالا كنودو الخنطولة I don't know.
مش نادم عاشق مش نادم وستين كافي نادم وستين كافي نادم يا غاندي السعودي واحلى وليد السعودي احلى وليد واحلى غاندي احلى مدون السعودي واحلى صباح احلى تحيه من السعودي للكل5 minutes حكمس فرياتا كوردي إلى سبيشال ريكويست بعدين نسوي أغنية وداعية وقتنا راح يخلص عندنا الساعة 12 خلص برتا كوردي بس ولا أغنية إلى طلب خاص سيلا جايز يا طلب خاص سيلا جايز هيري جو أعودي Thank you.
حنسوف الاغنيه وداعيه اغنيه اخيره بليز عندنا 2 مينتس حتى نودع احلى عرساننا ان شاء الله نقول لهم الف مبروك ونشوفهم يوم العرس ان شاء الله. الخطيبين الباقيين خلي يصعدون فوق بليز. وائل اماندا على المين تيبل. دريد تعالي جاي بليز وخلي كلنا مع كادر استوديوهات ماجيك تاتش مخرج الحفل الفنان قريب راح يوثق اللحظات الاخيره لحنه الغالي وائل واماندا. سو بليز كلنا قريبين على الخطيبين اكيد دي جي كينجز وياكم واخر اغنيه باي باي وماكو باي باي ان شاء الله نلتقي بكم يوم 15/10 ونكمل الباي باي هاي.
هلاهل 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 نحلى وندى هلاهل حضور لك كذا أكيد وصلنا وياكم لسك الختام. قبل ما أختم بالحقيقة أحب أشكر عائلة السيد وليد قاشات وعائلة السيد أخويا الغالي سعد القسيس حام على حسن الضيافة والاستقبال الرائع. شكر خاص لي بالحقيقة نجم سهرتنا لهذه الليلة دي جي كينجز لينارد ياقو. بليز مثل ما واقفين فالصفقة حلوة لينارد اللي بالحقيقة استمتعنا معاه بكل ما هو جديد من أغاني السور في السلو دانس العربي والعراقي. شكري تقديري لكادر استديوهات ماجيك تاتش، مخرج الحفل الفنان المتألق دريد وجورج. ولا ننسى شكرنا وتقديرنا لهذه الصالة الجميلة تحت اسم سكايلاند حمورابي. وإلكم جميعا حضورنا الكرام دامت أيامكم أفراحا ومسرات. بالتأكيد هالفرحة راح تكتمل إن شاء الله يوم 15/10 من الشهر الجاي لما نشوف هذا الكبل الجميل واقف أمام البراخ المبارك. آمين. تقبلوا مني أنا محدثكم مقدم الحفل رعد الدراوس كل الحب وأجمل الاحترام. أكيد أحب أشكر ورسل حاجه مخرج الانترنت لهذه الليلة اللي بالحقيقة هالسهرة الحلوة صارت منقولة لكافة أنحاء العالم عن طريق هذا الويب سايت WH Event Live. Thank you everyone. سعودي الغالي جنبو ساطل بك سعد